اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أم. النهاردة الفتة، ولكن الفتة على أصولها، لا لحمة ضاني ولا لحمة راس ولا كوارع ولا عكاوي. النهاردة معانا فتة الدجاج بالزبادي والطحينة. أكيد هي فيها شوية هلسي شوية صحية، ولكن بقدر الإمكان عايزين العيش اللي هو عصب الفتة ايا كان نوع الفته لازم يكون له طعم وله تيست. احنا معانا العيش ومعانا الفراخ ومعانا الزبادي والطحينه. معانا سلطه بطاطس النهارده غنيه بالنشويات والكربوهيدرات بطريقه جديده النهارده وحقوق الطبع لدينا وبس. ازاي نعمل سلطه البطاطس بفليفر وتركايه خاصه جدا النهارده بترضي الصغير قبل الكبير. اما الحلو النهارده اشوفك في المشمش. المشمش من الفواكه اللي ما بتقعدش فتره طويله في السوق قدام الفكهاني، يعني عينينا تبص لها النهارده بعد الفكهاني النهارده تاني اسبوع ما نلاقوش. المشمش البلدي معايا النهارده هعمله النهارده البسطيله هنشوف نعملها مع بعض ازاي، ولكن لها طريقه ببشره الليمون مع العجينه اكيد في تركايه بسيطه وسهله وامتى تكون العجينه هشه ولطيفه وجميله. انا مش عايز اطول حضراتكم لان عندي تفاصيل كتيره في الحلقه النهارده وفيها شغل كتير للامانه مع بدايه اسبوع سعاده وهنا يا رب على كل اللي بيتابعونا وبيشوفونا. خلينا ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل معلومة غير معلومة، تفاصيل صغيرة ولكن الطعم كبير والشكل جديد. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا نشوفوا نعمل ازاي النهارده سلطة البطاطس لأطفالنا الحلوين اللي بيقعدوا على السفرة بيشاركونا في الأكل بتاعنا، سواء هم بيحبوه ولا مش بيحبوه. من التقاليد بتاعتنا لازم أطفالنا يقعدوا على الطبلية وعلى السفرة الأكل اللي هم حابينه نعمله. بطاطس النهارده مش هنعملها مقلية، هنعملها سلطة، ولكن التقطيعة نفسها بنت عم المقلية. شفت السلطة البطاطس متقطعة ازاي؟ اهي مقادير سلطة البطاطس على الشاشة. بطاطس متقطعة نص صوابع بالشكل ده كده اهي، ولازم التقطيعة الحلوة دي كده اهي بالشكل ده كده. حلو الكلام. معانا بقدونس ومعانا مايونيز وتوم وملح وفلفل. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي بطريقة بسيطة وسهلة. التركاية هنا بقى ده الجديد. معايا طاسة على النار بتسخن شديدة الحرارة. لا يا غالي دي غير بتاعة الشاورما، انا عارف انك انت عايز تشوف الشاورما اهي. انا غطيتها طبعا علشان تستوي معايا بسرعه. بص على الشاورما وهي بتغلي في قلب النار، اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي، بتشرب طبعا من البهريز. شفت دي لو انا كشفها كان زمان الفليفر والصوص والصلصه اللي انا نايعها فيها دي كان زمانها خلصت بسرعه، اللهم صل على النبي. ادي معلقه زيت صغيره حلوه دي كفايه قوي في قلب المعلقه الزيت دي يا عم الشيف. هنعمل سلطة البطاطس. تعال انت رايح فين؟ انت بتحمر بصلاية. اصبر على رزقك الله يوفقك. ادي البصلاية على النار. فص التوم الحلو على النار. شوية الزعتر الحلوين على النار. دي سلطة؟ متأكد يا شيف دي سلطة؟ ده زعتر. والزعتر ملك البطاطس. البطاطس تحب الزعتر قوي على فكرة. ونقلبهم كده لغايه لما نشم ريحه الزعتر الحلوه واحنا شغالين مع بعض. ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. زعتر بصله تومه وعلى طاسه كبيره كده، ونشوحهم على النار من غير ما التومه تتحمر ولا تتحرق، والبصلايه كمان من غير ما تتحمر ولا تتحرق. شغالين كده واحده واحده. حلو الكلام. بس خلاص معانا روزماري زي ما هو كده، وناخد البطاطس الحلوه بتاعتنا دي كده الله، ونحطها هنا. الله اكبر، ايه الحلاوه دي، ايه الابداع ده، ايه الجمال ده. كل البطاطس ونشيل الميه دي مش عايزينها. اللي بياخد البطاطس يسلقها في ميه وبعد كده يستخدمها سلطه يعملها بوريه ده غلط، دي مدرسه طهويه غلط. ليه يا عم الشيف؟ لان بنفقد 50% ما بال اكتر من القيمه الغذائيه اللي موجوده في البطاطس اذا كانت نشويات او كربوهيدرات.
ولكن الطريقه اللي انا شغال بيها دي طريقه ايه مبتكره. اه بطاطس كده نقلبها. اه الله ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي. اه لغايه لما تتقلب مع التوابل البصله والتومه، العود الروزماري رايح جاي في قلب البطاطس بياخد الطعم والفليفر. آه. زي ما انا شغال كده زي الفل، شويه الملح الحلوين، هل شويه الفلفل الحلوين، لسه ما خلصتش، اصبر على رزقك. ونقلبها تاني شويه. اه كده خلصت؟ لا، زي ما هي كده شغاله. آه. كل اللي انا هعمله يا عم الشيف، هجيب غطا حله، ونجيب المغرفه الشقيه، وناخد ميه مغليه حلوه، المغرفه الشقيه، وناخد ميه مقليه. جت ازاي؟ اه هو ده، هو ده، اه هو ده، ونغطيها بس. خلاص كده البطاطس استوت. تعالوا مع بعض نتبل سلطة البطاطس. طبعا بتاخد نعناع، بتاخد بقدونس، اختياري بقى حسب الرغبة، تاخد شوية روزماري، دي بتاعتك انت. هي الفكرة كلها في تتبيلة البطاطس، انت بتحبي ايه؟ انا شخصيا بحب مع البطاطس دايما النعناع والبقدونس. فاكرين البطاطس اللي احنا كنا شغالين فيها من شوية؟ معانا زي الفل. الفرمة دي كده. التكنيك اللي اشتغلنا بيه سلطة البطاطس، أول حاجة حطيناها في النار مع التوابل مع البصلة والتومة بالشكل ده كده. اللهم صل على النبي. هناخدها ونقلبها مع بعضيها، ونغرفها في سرفيس حلو كده. السرفيس ده طبعا بيكون على السفرة بتاعتنا، مهم جدا. ودايما أقول لك طبق السلطة بمثابة لوحة فنية تقدر تبيني فيها خبرتك الطهوية، حبك للمطبخ، ده مهم جدا. هنزود شوية زيت زيتون هنا، حلو. هنزود عصرة ليمونة حلوة، ونقلبها كده. ادي سلطة البطاطس بطريقة جديدة حلوة، الأطفال هيشوفوها بشكل جديد زي الفل. انواع السلطه دايما بتحب البقدونس، بقدونس مفروم، بقدونس سليم زي الكبابجي كده الحاتي، دايما نحط تحت المشويات بقدونس مفروم. ايه المشكله لو حطينا تحت البطاطس دي شويه بقدونس حلوين كده بالشكل ده كده؟ الله، وفرصه البقدونس ده ياخد من طعم البطاطس. والبقدونس له فوائد كتيره على فكره، عشان كده طبق التبوله بتلاقوه غالي. ناخد السلطة دي نغرفها بالشكل ده كده. الله، حاجة جديدة عملناها قبل كده بالتونة. خلي بالك من البطاطس من الحاجات النشويات، يعني اللي احنا دايما فرصة نغير من شكلها ومن طعمها. مش كل يوم ناكل بطاطس مقلية في قلب الزيت، والزيت ده بقى بنبقى محمرين في قلبه قبل كده طعمية سمك، مش عارفين الحكاية ايه. ولكن تعمليها بالطريقة دي طبعا بتكون شكلها لطيف وجميل، واخدة المايونيز، واخدة التوابل. كده البطاطس خلصت معانا. يعني النهاردة السفرة بتاعتنا سفرة شهية، حضراتكم تستحقونها، لان بنسمع منكم كلام حلو وتعليقات حلوة على السوشيال ميديا. وانا بشكر كل فريق السوشيال ميديا وكل اللي بيتابعونا على السوشيال ميديا، الصفحة الرسمية للقناة الاولى وصفحة اكلة امي. رؤية فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الاولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.